حيث ما زالت تداعيات نجاة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة الاغتيال الفاشلة بواسطة ثلاث طيارات مفخخة مسيرة فجر الأحد في مقر إقامته في بغداد منذ قليل. وبعد الاجتماع مع اجتماع استثنائي بمجلس الوزراء، الكاظمي قال أن هناك من يريد العبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ولن نسمح باختطافها، ونعرف جيدا من ارتكب هذه الجريمة، جريمة الأمس. أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر بيانا منذ قليل وقال: أشعر بالارتياح لأن رئيس الوزراء العراقي لم يصب بأي أذى، وأثنى على القيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس، وأنه يجب يعني محاسبة مرتكبي هذا الهجوم. وقال: أنني قد أصدرت تعليماتي إلى فريق الأمن القومي الخاص بي لتقديم كل المساعدة لمعرفة من هو المسؤول عن وتحديد المسؤولية عن مسؤولين عن هذه الجريمة. الرئيس السيسي اتصل برئيس الوزراء العراقي فجر أمس أو فجر اليوم الحقيقة، واطمأن عليه شخصيا في علاقة وطيدة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي. في هناك تحالف مصري أردني عراقي. رئيس السيسي كان في زيارة منذ عدة أشهر إلى بغداد، وفي علاقة مهمة بين الرئيس والرئيس الكاظمي. خلونا نشوف ما قاله الكاظمي فور نجاته من محاولة الاغتيال فجر أمس ونرجع دي. فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير. إن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا، ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين. أدعو الجميع إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق. عاش العراق!